كم انت مؤدب؟ انا بحبه بكل قلبي. يقول كم انت مؤدب؟ انيس حبيبي دينا ايلس دينا كل ما طلعت تشوفها عامله هيك مش فيك انت بس عرفانة من الكل مش عرفانة هي حركة اول حد كانت تكشف اوكي بومي بومي دينا لا حاولي تغيريها دينا مروان لا شوف هذه حركة حاولي تغيريها دينا اول مرة تعرفت على دينا مش فيك لا تكلمنا بموضوع انا وانت موضوع بنحبه انا وانت تكلمنا هيك تخيل انا هي مصرية هي مصرية حبيبي جدع هي مصرية وانا جزائري وكنا كنا نفهم على بعض وكنا ويتحطل الكلمة ومش فهمت بتقلي مش فهم حاجة بس حكينا في شيء روعة شو هو تفضل خلاص حبيتني ولا ما حبتنيش صدقت نسيت الموضوع يلا يا مرتضى اول ما شفت حبيت خلص حبيت وخلص كل هاي خدمة بس ما بيعرفش يعبر مرتضى انا مش كنت حياتي يا عمر يا عزيزي يا قلبي سعيد اول مرة شفتها كانت البيت الشومبرا اللي كانت فيها يعني الغرفه اوضه الشومبر ده سامبريك الاوضه اللي كنت فيها سيده رحمه كانت مقلوبه فوق انا تحتني حاطه كل الاشياء تبعها مشان الاولاد معجوقه الشومبرا وطلعت فيه بقول ايه يعني تقولي بس احط في هكا حسيت انها مرحه كثير كنت بتطول تقولي ايه ده بتكشر فيهم بس انا ضحكت معي انا الوحيده اللي يمكن ضحكت معي انت وهيدي بس انا كمان كنت بتضحكي لي في الفضل انا باكل انا دينا يا شعلة عباس دينا كان كل كلمة خالص انت فكرتني بحاجة انا كنت هموت عليها في زيتون اسمعني دينا كانت كل كلمة يلا حبيبي مرتضى مثل مرتضى قبل بس يا ريس يا ريس شو كانت تقول لي كل خمس دقايق انا عايز اروح صاحبتك جدع عملتها قبل البرايك بيوم قبل البريك بيوم ايه ده؟ والله العظيم انا عايز اشتمك هلا اشتمك عملتها واسبك العربية بايظة عنده يا بختك يا ابني اللي فيها يوسف اشتمك مش اشتمك 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 يلا هو دينا انت عارفة 10 عارفة قبل الاكسبت كنا ايه؟ لا بس ليه من بعد الاكسبت عادي عسل من الاول للاخر فاكرة يوم السويق خرج انت الوحيده اللي كنت معايا في كل البتاعات كل التصويرات تصوير عقلتي عقلتي كنت بتكلم معاك مغربي ما تفهميش حاجه اعملي لا لانينا مع بعض لا كلام بس كانت علاقتنا حلوه كانت علاقتنا حلوه عباس حسيت بيها مصريه لا احنا تقابلنا في المطار تقابلنا في المطار لا دينا حبيتها اول ما تعرف ان احنا نبقى كده مع بعض يعني اوكي ستايلش انه قبل ما تيجوا المطار يعني انتوا كيف عرفتوا بعضكم؟ لا في المطار احنا تعرفنا على بعض بس انا تلقائي احنا اتقابلنا قبل كده في مصر يعني هايدي كانت عارفه حد وحد عرف هايدي على حد كنا قاعدين في مكان وانا غنيت وهي غنيت وما شفناش اصلا بعض بس انا افتكرت ان هي فعلا